بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كده ده الباور سبلاي بتاعنا اللي هو 5 فولت، فده كده ممكن اخده من الباور سبلاي او ممكن اجيب بطارية او ما شابه. المهم ان انا يكون عندي جهد 5 فولت بدخله على الدايرة بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. فاذا الجهد الـ5 فولت ده داخل بحيث ان الموجب على الخط الاحمر والارضي على الخط الازرق، وطبعا انا موصل كل الاحمر ببعضه بحيث ان الخط دوت برضه هيبقى موجب 5 وده موجب 5 وهكذا، والخط الازرق ده هيبقى الجراوند بتاعه في كل الايه، في كل البورده كامله. يعني انا عندي هنا 5 وارضي، وعندي هنا 5 وارضي، هنا 5 وارضي، وهكذا على بقيه الايه الخطوط التانية. طيب ده مبدئيا بالنسبه لايه، بالنسبه للباور سبلاي. انا عندي دايره الفول ادر متقسمه لجزئين، جزء هاف ادر الاولاني، ادي الجزء الهاف ادر الاولاني، وجزء هاف ادر ايه التاني، ومعاهم دايره اور. دي دايره الايه، دايره الاور. طبعا لو قربنا شويه ممكن الارقام تبقى واضحه توضح ان ده اي سي الاور، وايه ودوت الهاف ادر الاول وده الهاف ادر التاني. انا بس انا مسجله فيديو بحيث ان الناس ايه تحاول تشوف التوصيلات بنفسها، لكن انا مش هشرح التوصيلات واصله واصله، لان احنا عارفين التوصيله بس سهله جدا مفيش فيها مشكله. الهاف ادر الاولاني عباره عن دايره اند اللي هي ديت، ومعاها دايره اكس اور. الهاف ادر التاني عباره عن دايره اند ومعاها اكس اور المفروض، وبعد كده الخارج اللي جاي من الدايرتين دولت طالع على مين، على الاور. الاور ده باخد منه الكاري، والصم اللي هو المجموع باخده من الاكس اور اللي في الهاف ادر التاني. فدي كده التوصيل. انا عندي بالنسبه للاثنين سويتش دولت بيمثلوا لي الاثنين انبوت، وبالنسبه للسلكه ديت اللي هي على الاكس اور التانيه ديت بتمثل لي الكاري ان. انا موصلها بالارضي هنا، ده معناه ان الكاري ان انا معتبره بزيرو. لو عايز اخلي الكاري ان بخمسه ممكن اشيلها من هنا كده واوصلها على الخمسه، يبقى انا لو كده اعتبرت الكاري ان هو بواحد. فعلى حسب ما انت عاوز بتقدر ان انت ايه تعمل التوصيله بتاعتك. ده بالنسبه لدايره الفول ادر.